صباح الخير سكرتيرتي. اهلين اهلين دكتور. شو فايقين ولا لساتكم نايمين؟ لا لا طبعا طبعا فايقين. برافو. اهلين. معناتها كاسه نسكافيه بلاك لو سمحتي. واو واو شو هالبيت الحلو هذا؟ ظريف. يا ربي شو عم بيصير معي انا اليوم؟ في بيتنا رجل. مين؟ دكتور أسامة. انت شو عم تحكي؟ اي والله اي و ما قالك شو بده؟ نسكافيه بلاك. اي ماشي تكرم عينه. ورجيني لشوف. شو ها؟ شو ها؟ يا لطيف شوفي دكتور شوفي. أنا قديش شفت عيون؟ أحلى من هيك لهلا ما شفت. إيه فشرة نيكول كيدمان. آه ميرسي. سلامتك سلامتك. بصراحة أنا جاي اليوم لحتى أحكي معكم بموضوع خاص. خير إن شاء الله دكتور. أنا حاسس بالإحراج وعندي شوية تأنيب بالضمير. ليش دكتور؟ يا جماعة أنا حاسس إنه إلي يد بالشي اللي صار مع دادو. آه يا عيني أخ. اسمعي لقلك دادو، قبل كل شيء بدي أعتذر منك على الشي اللي صار معك، وحاسس إنه صار بسبب حفلة عيد ميلادي، بس عزائك الوحيد إنه الحفلة طلعت كتير كتير حلوة بسببك أنت، بسبب وجودك أنت. وثقي تماما لولا وجودك أنت كانت رح تكون كتير كتير مملة. ما بتصدقوا الشباب والصبايا قد انبسطوا بوجودها. Not a problem. مشان هيك انا حاسس انه لازم اقدم شيء بالمقابل، واعتبريه انت تعويض عن الشيء اللي صار. مثل شو يعني دكتور؟ لا لكم شغله، هلا انا ساكن بتراس، مساحته 220 متر، سياح نياح، ما بستعمل منه غير غرفه واحده وحمام، واحيانا بفوت على المطبخ. يا ستي اعتبري البيت كلياته ملكك انت. بقى شو رايكم؟ شو؟ يلا. لا لا اطمنوا اطمنوا، مثل ما بتعرفوا انا عايش لحالي. لا والله طمنت الحقيقه. سكرتيرتي انت شو لساتك عم تساوي لهلا هون؟ ما تقومي تروحي على العياده؟ يعني اذا الدكتور مو بالعياده انت ما بتروحي؟ لا انا اسفه دكتور، كنت قايمه هلا امشي. يلا قومي البسي لحتى اخذك معي. معلش دكتور ما في داعي تعذب حالك، انا لحالي بروح. ايه قومي قومي البسي وحاجه عاد. يلا شو نور ليش ساكته؟ ما اعطيتينا رايك بشي؟ ما في شيء ابدا عادي. اه صحيح اليوم الشباب والصبايا رايحين على شي بوب، ما بنعرف على اي واحد. شو عامله انتي؟ بشوف بركي منتحاكى. شو عم تقولي ولك اختي؟ وحيد هي عاشر مره بعيده، وقف لك برني فيها تخطيه. هيك منيح. لك مو مهم انا اسمعك، مهم انت تسمعني. مضطره على مصاري مصاري. على شو؟ لك عم اقول لك بدي مصاري مصاري. لك هلا انت بدك مصاري، ما انت اللي بتعطينا المصاري. لك ايه بعرف بعرف، بس هلا كثير مزنوقه ومضطره على المصاري. اخوي بتقول له لابوي مشان يبيع ارض الجبا. ارض شو؟ لك مثل ما عم اقول لك، وبعدين بس يصير معي مصاري بشتري له بدل الارض انتي. شوفي يا اختي بدي اقول لك على سر. شو هو؟ هذا السر اذا انكشف ابوكي بده ينجلط، اذا ما انجلط اكيد بده ينشل. لك اخوي رعبتني، احكي بقى احكي. أنا بعتها لأرض الجبا من شي سنتين وتصرفت بحقها وعوضكن على الله. شو؟ لك وقفي لك بشي شقفة فيها تغطية. يا حرام يا قدري، الفطة 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 ما خلالها شي. روح اشي يعني الفطة؟ يعني قشطها ما فوقها وما تحتها عالجنط. العمص جارتنا الأنسة ميديا؟ لك ايه ميدو يا حرام، أخذ للفيلا والسيارة والمصاري اللي بالبنك ما خلالها شي. جارتنا الأنسة ميديا؟ لك ايه بالتوكيل اللي معه. يعني شو بدك قشطة كل شي بعد ما كانت يا حرام عايشة بالقصورة، هلأ وين؟ رجعت لبيت نونو. جارتنا الأنسة نور؟ نونو ايه نونو. لا قدري وترتني ها. والله والله كنت كيشهم الأول، أنا أول ما شفته قلت عنه واحد نصاب ومحتال وصاحب سوابق كمان، وعلى قولة أبو كلبشة أنا أنفي لا يخطئ. يا دخيل أنفك أنا شو ذكي؟ يعني لو حطتني مدير أعماله إيش كانت خسرت؟ آه؟ صح
صحيح كانت اختصرت عليها المسافة وخربت بيتها انت من زمان. تعرفي ايش عم بفكر لك يا هزورة؟ شو عم تفكر؟ عم بفكر اتبناها فنيا لبن جيراننا الانسي ميديا. خلصت؟ ليش هي شغلتي؟ لا شغلتك بعتلك حطفي.